أنا محمد الكلاني، عندي 27 سنة، شغال مهندس أي تي في بنك مالتي ناشونال، وبلعب رياضة كده، بعمل شوية أكتيفيتيز كده كويسين. خليني أكلمكم عن حياتي من وأنا من أول ما اتولدت. اتولدت في قرية هنا في المنوفية في مركز الشمول. شخص طبيعي عادي خالص، ما عنديش اي مشكله، بس ما كانش عندي هدف او حلم، ما كنتش عارف ازاي افكر او اخطط لمستقبلي. كنت اقل حاجه ممكن تقال عليا شاب طايش، ما فيش في دماغه اي فكره، ما كنتش اجتماعي. فكنت بقعد اسال نفسي، هو انا هفضل كده كتير؟ يعني في حاجه ممكن تحصل لي تفوقني من الغيوبه اللي انا فيها دي، ولا انا هفضل كده زي ما انا؟ لحد ما في يوم من الايام، يوم 1/12/2011، كنت في طريقي لكليتي، كنت في كليه شرع قانون جامعه الازهر في طنطا، وكان طريقي الوحيد وانا رايح الكليه هو القطر. فانا بركب القطر الصبح الساعه 7 الصبح من عندنا من الشمون، يعني في الزحمه وكده، رجلي فلتت من القطر وركب، نزلت تحت القطر والقطر داس على رجلي وعمل بتر لرجلي اليمين بالكامل. الحمد لله ما كنتش حاسس باي حاجه بتحصل، كان ربنا يعني زي ما بقول لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فلو ربنا مش عارف انك هتتحمل حاجه زي دي وان انت هتعديها ما كانش بعتها لي. اول حاجه فكرت فيها ساعه ما حصلت الحادثه وانا واقع على الارض والناس كلها جايه، في ناس بتصوت وناس بتعيط، اول حاجه اتصل على اهلي، فحد بيكلم اختي في التليفون فبيقول لها محمد عمل حادثه كذا كذا، فهي ما صدقتش، يعني كنت رايح البيت ما فيش بقالي 10 دقايق يعني. فقالت لهم، قفلت السكه في التليفون، فكرت حد بيعاكس يعني، كان متصل على تليفون البيت. المهم انا اتصلت بوالدي وقلت له انا عملت حادثه عربيه ورجلي اتكسرت وانا رايح المستشفى، انا كنت واعي وداري بكل حاجه، شايف وحاسس كل حاجه، ما فقدتش الوعي لحظه. الحمد لله يعني. أول حاجة فكرت فيها برضو بعد ما كلمت والدي، طلبت منه يجيبوا لي زي حبل كده واربط رجلي من فوق الركبة عشان أقدر أوقف النزيف اللي كان شغال. هتقول لي إزاي قدرت أو القوة جات لك إن أنت تعمل كده أو تتحمل كل ده؟ أنا مش عارف، هو كله حاجات ربنا لما بيبعت الحاجة بيبعت معاه إنك تتحمل أو إنك تصبر أو إنك تعدي المحنة اللي أنت فيها دي. الحمد لله عديت المرحلة ورحت المستشفى وعملت بتر رجلي بالكامل. افتكر يومها وانا راكب الاسعاف والدتي راكبه معايا فبتقول لي انت هتركب شرايح ومسامير وتقوم وتبقى تمام، هي ما شافتش منظر رجلي، بس انا مش عارف ازاي اقول لها ان رجلي لازم يتعمل لها بتر بالكامل، مفيش مقر. لحد ما رحت المستشفى واتفاجئت بالموضوع. اصعب 6 شهور في حياتي كان هم ال6 شهور لحد ما ركبت طرف صناعي وقدرت ان انا اكمل حياتي وارجع تاني، لحد ما الفتره دي اهلي دخلوا في اكتئاب شديد جدا، والدي دخل في اكتئاب اللي هو منع الاكل والشرب ومنع الناس تزورني، وكان في حاله اكتئاب شديد جدا. انا نفسي ما كنتش فيها، انا الحمد لله ربنا كان قلب عليا بالرضا وبالصبر، وكنت شايف الموضوع عادي جدا خالص، انا لو هكمل حياتي على كرسي متحرك او هكمل حياتي حتى على عكازين فما عنديش مشكله خالص. هو بقى كان شايف ان لا، حياتي بقى انتهت خلاص عند كده، ما فيش امل، وخصوصا ان انا الابن الوحيد على 6 اخوات بنات. الحمد لله قدرت في ان انا اركب طرف صناعي، واول حاجه قدرت اشتغل عليها هو ان اثبت والدي، اثبت لوالدي لا انا بتحرك، انا بروح، انا باجي، مش الفكره بس باني ان انا رجلي اتقطعت فخلاص حياتي انتهت عند كده. تاني تحدي قابلته تحدي القريه اللي انا ساكن فيها، وهو ان هم شايفينك حد مختلف، حد بيطلع بطرف صناعي، في ناس بتسال بتستغرب انت ازاي بتمشي كده، وخصوصا ان كل اللي قريبين مننا في القرى اللي حوالينا او في المنطقه فكره الطرف الصناعي دي ما كانتش موجوده قوي. الكلام ده كان في 2011،
ما كانتش موجودة قوي. فاللي هو لدرجة حد جه سألني قال لي هو أنت رجلك طلعت تاني؟ كنت ما هو شايفني بتحرك وبمشي وما عنديش مشكلة. بعد كده ابتديت مرحلة الكلية، إن أنا رحت كليتي وابتديت إن أنا أكمل حياتي عادي. لقيت كنت أنا المفروض في كلية شرع وقانون، بس وقت ما خلصت الثانوي كان هدفي إن أنا أخش كلية لها علاقة بالكمبيوتر وكده. فهو والدي كان من كتر خوفه عليا، كان ايامها في مظاهرات 25 يناير، ما رضيش يوديني رغم ان التنسيق كان جاي للقاهره، ما رضيش يوديني القاهره ووداني كليه شرع وقانون، كليه ازهريه في طنطا. ولكن سبحان الله، هو اما يبقى في قدر لازم أن يحصل ايا كان، فهو قدرك مكتوب لازم تشوف مهما هربت منه. بعد كده رحت لجامعتي، نقلت حسابات ومعلومات في القاهره، والحمد لله كملت حياتي عادي، ما عنديش اي مشكله. بروح كليتي، برجع بركب مواصلات من المنوفيه للقاهره كل يوم، برجع في اخر الاسبوع، ساكن في شقه ايجار، بخدم نفسي بنفسي. ممكن قعدت 4 سنين في الكليه ما حدش يعرف عني ان انا مركب طرف صناعي، وبتعامل عادي، وعمري ما اشتكيت لحد او اعتذرت مثلا عن ان انا احضر محاضره عشان تعبان النهارده. اطلع مثلا كمان المشكله اللي قابلتني هو المكان اللي انا فيه، الجامعه ما كانتش مهيئه، هو انك المحاضره دي في المبنى ده في الدور الرابع، المحاضره دي الثانيه في المبنى في الدور الرابع، واطلع سلالم واروح واجي. الحمد لله قدرت ان انا اخلص الجامعه واتخرج بتقدير جيد جدا. بعد منها ابتدى بقى مرحله صعبه جدا في حياتي، وهي مرحله الشغل. انا اروح اقدم في اماكن ان انا اشتغل فيها واترفض بسبب ان انا بيسموها اعاقه، شخص عندك اعاقه او انت لا ما ينفعش ان انت تشتغل معايا. ليه السبب؟ لا السبب انا مش عارف، هو بيقول لك كده، انا اتقال لي كده بنفس النص، احنا ما بنشغلش ناس ذوي اعاقه. المهم في القانون العمل المصري بيفرض على اي شركه او اي مؤسسه في مصر لازم يكون 5% من الموظفين اللي فيها يكونوا من اشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه، وده قانون رسمي في مصر. فشغل الفهلوه بتاعت المصريين هنا بيعمل ايه بقى؟ بيروح يقول لك اوكي انا هجيبك واشغلك ومضيك على عقد، وانت اشتغلت خلاص وتعينت، بس انا مش عايزك، اقعد في البيت وهديك مرتب كل شهر اللي هو الحد الادنى للاجور اللي هو 1200 جنيه. فابتديت ان انا ارفض، لا ايه يعني لما انا اروح واخد فلوس اوكي انا هاخد فلوس وقاعد في البيت، بس ايه اللي انا اكتسبته؟ ايه اللي بعد 5 سنين او بعد 10 سنين قدرت ان انا اكتسب؟ باخد فلوس وخلاص. فابتديت ان انا ارفض الشغلانات لحد ما في يوم من الايام اتصادف ان انا كنت شغال في مطعم. وبعد كده اشتغلت شغلانات كتير جدا، لحد ما في يوم من الايام رحت اشتغلت في شركه. الشركه دي اللي انا اشتغلت فيها كان في يوم من الايام كانوا بترفضني برضو، فلقيتهم في مكان للاي تي، فرحت قدمت هناك، فقالوا احنا نزلك 3 شهور اختبار، ونزلت 3 شهور اختبار بالفعل. فالمهم قالوا لي خلاص تمام اوكي هتتعين معانا. الحمد لله كان خلال 6 شهور بالظبط كنت متكرر في الحفل السنوي للشركه كموظف مثالي للشركه كلها. قدرت ان انا اول ما دخلت الشركه كان مديني مهام معينه ان انا اخلص بس شغل ورقيات وانا قاعد في المكتب، قدرت ان انا اتحرك من المكتب واروح اشوف الجهاز ده فيه ايه، الجهاز ده فيه ايه، في ال5 ادوار بتوع الشركه، وبطلع سلالم وبنزل، ما كانش عندي اي مشكله. وابتديت بعد كده اخش في حته ان انا اكمل دراسات عليا، والحمد لله كانت جات لي منحه من الاكاديميه البحريه، وقدرت ان انا اقدم دراسات عليا هناك، وبقيت ان انا بشتغل وبكمل دراسات لحد ما في يوم من الايام ابتديت بقى معايا مرحله الجاي. في يوم من الايام لقيت رجلي بتوجعني كده، وفي تعب كده زي الكهرباء بتحصل لي مكان البتر اللي حصل. فابتديت ان انا اروح لدكتور واثنين وثلاثه اسالهم، فكل لوحدي ما قدرتش ان انا اعرف حد من البيت خالص ولا حد من اهلي، عشان ما يقدروش ان هم يرجعوا تاني للحاله اللي صدقت ان انا طلعتهم من الكتاب اللي هم كانوا فيه. فالمهم الدكاتره كلهم اجمعوا ان انا البتر بتاعي لازم يتفتح من تاني، واعمل زي في عصب مزنوق، لازم اعمل بتر للعصب المزنوق ده في ال 20 سم اللي باقيين من رجلي. فالمهم ان انا ابتديت اقعد مع نفسي اعيط، مش عارف اعمل ايه، مش عارف اكلم مين، طب ايه الحل؟ طب هقعد 6 شهور تاني عقبال ما رجلي تخف وارجع البس طرف صناعي تاني؟ انا ما صدقت ان انا ابتديت ارجع للحياه تاني. فالمهم من الحاجات اللي انا كانت
هو النشاط. انا بحب الصحيان بدري، اكون نشيط، اكون شخص اكتف شويه. فلقيت ناس بتنزل كل يوم تجري يوم الجمعه الصبح، في اسمهم كايرو رانرز، بينزلوا في اي مكان في القاهره المعادي التجمع. فالناس دول انا بتابعهم على فيسبوك، بس عمر ما تخيلت في حياتي ان انا ممكن شخص برجل واحده ينزل يجري ويمشي حتى ويمارس حياته عادي. فالمهم ان انا نزلت معاهم وقلت لهم انا جاي بس اشجع الناس اللي بتجري واشوف النشاط ده والناس اللي بتلعب رياضه فممكن تغير في نفسيتي شويه. فالمهم فعلا الحمد لله نزلت ان انا امشي معاهم. قال لي طب، قال لي انت مش انت بتمشي كويس؟ قلت له اه. قال لي طب ما عادي، مش كل الناس بتجري، في ناس بتمشي. فانا ابتديت ان انا نزلت وابتديت ان انا امشي معاهم خطوه بخطوه لحد ما جه حصل لي زي معجزه الهيه. ما كنتش مصدق نفسي، ما كنتش حاسس، عايز اعيط، عايز افرح زي ما انزل كده. فالمهم بص لقيت باخد عامل زي نظام جامبنج كده، باخد خطوتين على رجلي السليمه وخطوه على الطرف الصناعي، وبقيت حاسس ان انا بحلم، مش مصدق نفسي. الشعور اللي جه ده عمر ما جالي في حياتي خالص، ان انا عندي القدره ان انا اجري. وفضلت ان انا المفروض في اليوم ده كان الماراثون او الجاريه دي كانت حوالي 4 كيلو ونص، فضلت اجري 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 لحد ما خلصت ال 4 كيلو ونص. بعدها جه حد من المنظمين اللي كان متابعني، طبعا انا كنت لابس بنطلون مش لابس شورت ولا اي حاجه خالص، فمحدش كان يعرف انا مركب طرف صناعي ولا لا. المهم قال لي سمع قصتي، وبعد كده قال احنا عندنا ماراثون دولي في الجونه بعد 15 يوم. قلت له انا مش متمرن، ده هي مره كده يمكن ربنا بعتها لي طلعني من الحاله اللي انا فيها وخلاص. قال لي لا انت لازم تيجي معانا وهتجري 7 كيلو. وفعلا رحت وجريت 7 كيلو. فوانا في الكيلو 5 كده خلاص تعبت ومش قادر اكمل وخالص. فالمهم في واحد بقى كنت اعرفه ضخم قوي كده بيجري 21 كيلو، فلحقني في اتقابلنا مع بعض في التراك، فقعد يشجع فيا هتوصل هتوصل كمل وبتاع بصوت عالي. انا عايز اقول لكم من كتر ما انا بخاف منه اصلا هو ضخم جدا كده، فانا خفت وكملت لحد ما الحمد لله وصلت لخط النهايه. في اليوم ده كنت عادي، قلت بقى انا خلاص مشيت ال 7 كيلو، جريت 7 كيلو خلاص. بس بعدها اكتشفت في زي شباك كده بتتحط هنا بتقيس المسافه وبتقيس انت المركز الكام. فاتفاجئت لقيت نفسي مركز 188 من 240، وانا الوحيد اللي في ال 240 بجري بطرف صناعي او بجري زي ما بقول برجلي واحده. فيعني المره دي بقى خلاص قلت بقى ربنا بعت لي حاجه زي دي ان انا اكون سبب تشجيع وتحفيز ناس كتير جدا. ففضلت ان انا ادوس عليها الحمد لله، وقدرت ان انا كل يوم انزل الجمعه اجري معاهم في اي مكان ايا كان هم، بعد كده ايا كان هم فين يعني. بعد كده قدرت ان انا اخش في ماراثون القاهره الدولي كماراثون بارلمبيك، واول مره يتعمل في مصر لاصحاب ذوي الاعاقات. الحمد لله شاركت فيه وخدت المركز الاول. وفي المره دي كنت اول مره اخد فكره ان انا لازم البس شورت واظهر شكل الطرف الصناعي واكون مبسوط بالاختلاف اللي انا فيه، واظهر للناس انا عادي بشخص الطرف الصناعي ممكن اكون سبب تحفيز جدا كتير جدا للي حواليا. الحمد لله بعد كده رحت اتمرنت في جيم والعب كروس فيت. وبعدين في الجيم الكابتن بتاعي قال لي احنا عايزين نعمل فكره مختلفه ان احنا نوعي الناس شويه بفكره الناس اللي هو الشخص ذوي الاعاقه، لازم يبصوا لنا نظره ثانيه غير اللي هم شايفيننا بيها. فقالوا لي، قال لي احنا هنمشي 100 كيلو من القاهره لحد العين السخنه. احنا 5 اشخاص، كل شخص فينا باعاقه مختلفه، 2 على كرسي متحرك، واحده كفيفه، واحد عنده شلل في دراعه، وانا مركب طرف صناعي. فالحمد لله قدرنا ان احنا نمشي 100 كيلو كل يوم 35 كيلو. ابتدينا ان احنا ننشر الفكره بتاعتنا، كان اسمه المشي الهدف، عشان نبين للناس كلها ان انا شخص برجل واحده وقدرت ان انا اعمل حاجات انت شخص برجلين ممكن ما تقدرش ان انت تعملها كمان، ونغير فكرتنا للمجتمع شويه. وكان البتاع ده كان سبونسر معانا الامم المتحده، والشركه اللي انا كنت شغاله فيها كانت داخله سبونسر في الموضوع ده. المهم الحمد لله قدرنا ان احنا قدرت ان انا اعمل ال 100 كيلو، وبعدها بقيت اول مصري وعربي افريقي مشي مسافه 100 كيلو متر من القاهره للعين السخنه بطرف صناعي. الحمد لله بعدها اتكرمت للسفير البريطاني وبعت لي دعوه لحضور عيد ميلاد الملكه اليزابيث،
ويوميها ما رحت اتفاجئت ان الصوره بتاعتي متعلقه في السفاره البريطانيه جنب دكتور مجدي يعقوب وجنب محمد صلاح. الموضوع كان مفاجئ جدا بالنسبه لي، ما كنتش متوقع ان انا ممكن اوصل لكل حاجه من دي خالص. الحمد لله بعدها دعيت في مؤتمر الشباب السنه اللي فاتت منتدى شباب العالم، واخرها في شهر 7 اللي فات ده كنت عملت فيلم عن قصه حياتي اسمه بطل كل يوم، والفيلم اتعرض في مؤتمر الشباب اللي فات قدام الرئيس، والحمد لله اتكرمت خدت تكريم من الرئيس الحمد لله. واخر حاجه برضو في 2018 واخد افضل شخصيه ملهمه ومؤثره على مستوى مصر في عام 2018 في استفتاء جريده المصري اليوم. والحمد لله انا شغال دلوقتي زي ما قلت لكم في بنك مالتي ناشونال، ويعني ما عنديش اي مشكله، وشويه الانجازات اللي انا حققتها دي كلها ما كنتش متوقع ان انا اوصل في حاجه زي دي كلها. ان واحد مثلا من قريه صغيره، قريه ريفيه، من بدايه من ان هو ابتدى التحدي من البيت، نفسه من اسرتي، وبعد كده المجتمع، وبعد كده كان كل شيء ان انا خلاص حياتي انتهت عند كده، انت مش هتقدر ان انت تكمل حياتك، مش هينفع ان انت تشتغل. الحمد لله قدرت اثبت لكل دول عشان انا شايف من جوايا ان انا شخص هوصل للحاجه اللي انا عايزها، طالما لان انا مصدق نفسي، انا عندي اراده من جوه، ومن ساعه ما ابتديت حياتي عندي هدف كده حاطه قدامي، هو الاراده بتصنع المستحيل. طول ما انت عندك اراده وعزيمه هتقدر توصل لاي حاجه انت عايزها حتى لو العالم كله ضدك. انا ما كنتش عمري في حياتي اتوقع زي ما قلت لكم ان الصوره بتاعتي تكون موجوده في السفاره البريطانيه، او ان انا اتكرم من الرئاسه، ولكن كنت مصدق حلم. عشان كده لازم كل واحد فيكم يكون عنده حلم مصدقه، حتى لو بقول لك لو البيت نفسه شايفك ان خلاص حياتك انتهت عند كده، لازم يكون عندك اراده وعزيمه وتحدي عشان تقدر توصل لاي حاجه انت عايزها. شكرا.